ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الاحد 5 فبراير شباط 2023، هيبقى بيضيء القمر المكتمل النهارده قطاعاتك الابداعيه. خليك جاهز النهارده يا حمل عشان هيشجعك، عشان هتنغمس اكتر في مشاركات كتيره ومشاعر وابداعات هتبقى بتتابع بيها فرحتك. ممكن تكون عندك اكتشافات محوريه لمشاعر شخص معين، لمشروع معين هيبقى في طريقك، ممكن توصل من خلاله لصداقة واضحة ولنقطة تحول في حياتك. هيبدو ان كل مشاعرك النهاردة هتبقى بتفيض بشكل كبير، على الرغم من ان عندك عملية حيوية بتقوم بيها، الا انها فكرة تعتبر حلوة تاخد من خلالها شوية وقت مع مشاعرك قبل ما تاخد اي قرار يعتبر ضخم وكبير. هتحتاج شوية جوانب من ماضيك عشان ترتاح شوية، لأنها ببساطة مش هتبقى بتخدمك بشكل كويس. في النهاية هتمتد العمليات دي بطريقة حلوة عشان تبتدي بداية جديدة، هتعرف تطلق بيها مشاعرك اللي كلها مكبوتة، وهتبقى اليوم جاهز عشان توصل لاكتشافات عاطفية جديدة نقدية حول أشخاص معينين في حياتك، وحاجتك ليهم هتركز عليهم بشكل كبير، وعلى الحاجة لإنك تعبر بشكل كامل عن فرحتك وحبك وعاطفتك وإبداعك ليهم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيبقى البدر في برج الأسد بعد ظهر في المساء النهاردة، هتبقى دي وقت الذروة بالنسبة لي والوعود والوفاء بالوعود اللي فيها. وقتك عاطفي جدا، رومانسي جدا، في وقت مناسب عشان تبقى انت جاهز ليه. فخور شخصي بشكل مكثف، مش هتكتفي بس بقمر الاسد بكونه انه مجرد واحد من فريقك، لا بالعكس هيبقى برج الدلو برضو في الفترة دي بيسيطر عليك حتى لو بشكل فردي، هيقدر الفريق كل ده. وهيبقى القمر في شوية صراعات النهاردة في يومك، هتبتدي تحصل اضاءة رمزية شوية في حياتك مع اكتمال القمر، اكتشافات عاطفية كتيرة هتبتدي تبقى خامدة في فترة من الاوقات، لكن هتبتدي تتكشف في الفترة دي، وده هيخلينا نعرف نتواصل اكتر وما نهملش ونأجل اي مشكلة في حياتنا. وقتنا عفوي جدا، بشكل خاص هنطلع بنظرنا لكل الجوانب اللي بتبقى في القمر والمريخ اورانوس، كل الاجسام الرئيسية دي مباشرة عندنا.